رأيت دولتكم نحو افتتاح مشروع مدارس الفرح والنموذجية الداعمة للأيتام تحت رعاية حكومة وطنية؟ هذه المدارس وهذه الشريحة تستحق منا كل الاحترام والتقدير. نحن لدينا 25 مدرسة بواقع 20 مديرية ما عدا مديرية الرصافة الثالثة بواقع 5 مدارس، لكل قاطع هناك مدرسة. نسعى إن شاء الله في الأيام القادمة أو في السنوات القادمة بافتتاح أكثر من مدرسة. هاي البادرة تأتي من مبادرات دولة رئيس الوزراء التي افتتحنا سابقا مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في الكرخ الأولى وفي الرصافة بواقع مدرستين لكل جانب من جوانب بغداد، وهذا اهتمام واضح من دولة رئيس الوزراء والجهات العليا بملف التربية. فندعو دولة رئيس الوزراء إلى افتتاح مدارس الفرح النموذجية. تفضل. مشكورا. بارك الله بك. تفضل. نبدأ بالكرخ الأولى، السيدة هديل اسكندر مدير عام الكرخ الأولى. تفضلي سيد هديل. السلام عليكم سيد رئيس الوزراء المحترم، رحب بك أكثر ترحيب اليوم بافتتاحنا لمدرسة الفرح الابتدائية. مدرستنا تضمنت اليوم بمديرتها الست أميرة اللي موجودة معايا حاضرة، وبالكادر التدريسي اللي موجودين وعددهم 17 الكادر. عدد طلابنا اليوم، طبعا مدرستنا موقعها في منطقة حي الخضراء، عدد طلابنا اليوم 75 طالب وبتزايد، ممكن يعني صار شوي تأخير بسبب وضع الخطوط بالنسبة للطلاب، لكن هم في يوميا عندنا تسجيل من الطلاب، يعني يوم بعد يوم إن شاء الله دا يزيد أعدادهم. أهلا وسهلا سيد رئيس الوزراء. بارك الله فيك. ممكن نفتتح المدرسة؟ توكلي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. بالتوفيق إن شاء الله. ننتقل للرصافة الأولى، السيد فلاح القيسي مدير عام تربية الرصافة الأولى. تفضل. شكرا جزيلا دولة الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستأذنكم لنفتتح المدرسة على بركة الله. توكل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق. صباح الخير. شكرا جزيلا استاذ فلاح. شكرا دولة الرئيس على هذه المبادرة الرائعة اللي تركت أثر كبير جدا. تقع في منطقة حيؤور، وتربية الرصافة الأولى من المديريات القديمة وواسعة المساحة والرقعة الجغرافية. بالحقيقة مبادرة دولتكم الكريمة فيما يخص مدرستي أجمل ومدارس الفرح كان لها أثر كبير جدا على واقعنا التربوي، أو أيضا العودة إلى التعليم. دولة الرئيس اليوم أكثر من 5000 طالب وتلميذ تم إعادتهم إلى المقاعد الدراسية، وهذه بفضل المبادرة الكريمة اللي أطلقتموها خلال الأشهر الماضية. أيضا مبادرة مدرستي أجمل كانت حصة تربية الرصافة الأولى أكثر من 100 مدرسة، وأنجز فريق التواصل وهيئة المستشارين مشكورين بمتابعة كبيرة جدا لإعادة تأهيل هذه المدرسة. كل الشكر والتقدير. اليوم احنا سعداء جدا مع تلاميذنا بهذه المدرسة، مدرسة الفرح. وأكو تلميذة دولة الرئيس تريد، تعالي اليمين، تريد تشكرك على هذه المبادرة
يلا تفضلي. نشكر رئيس الوزراء على مدرسة فرح اليتامى. شكرا جزيلا. وسلم عليكم ايضا دولة الرئيس. شكرا استاذ. شكرا حبيبي. شكرا شكرا بابا. بارك الله فيك. شكرا استاذ فلاح. ننتقل الى محافظة ميسان. شكرا استاذ فلاح. شكرا جزيلا. ننتقل الى محافظة ميسان الاستاذ ستار ذرب حيدر مدير قسم الاشراف التربوي. الرئيس المحترم الله يحفظك سيادة الرئيس، الله يسلمك ويديم عمرك ان شاء الله. الله يحفظك. مدرسة الفرح الابتدائية في ميسان اعددنا مدرسة من 24 صف ومن القرض الصيني، ومدرسة كبيرة جدا وجديدة وتليق بهذه المهمة اللي نعتبرها هي على عاتقنا، وتعطي قيمة مكانية لأبناء الشهداء، والقيمة المكانية كذلك سيادة الرئيس إلى التضحيات الذين قدموها آباء. سيادة الرئيس قبلنا أكثر من تقريب 60 تلميذ في المدرسة، وسلمنا أكثر من 40 استمارة قبول إلى الأطفال بالانتظار يجونا. هيئنا كادر قسم منهم من الدراسات العليا بمستوى دكتور وماجستير، وكذلك سيادة الرئيس هيئنا مرشد تربوي بشهادة ماجستير، وكذلك مدير المدرسة من أهل الكفاءة. بفضلكم ووجودكم سيادة الرئيس فضل لله. المدرسة عازمون على نجاحها إن شاء الله، وستجد في ميسان المدرسة تليق بالقيمة المكانية لأبناء الشهداء. سيد الرئيس الله يحفظك. بارك الله فيك أستاذ ستار. على بركة الله نفتتح المدرسة. سيادة الرئيس نتوكل. على بركة الله احنا اليوم افتتحناها، بس كانوا الأطفال موجودين سيادة الرئيس، والآن موجودين الأطفال اللي جنابك تراهم خلف المدرسة. بالتوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك. توفيق الله يبارك. إن شاء الله سيادة الرئيس الله يحفظك. بارك الله فيكم. إذا أقدر أتحدث معهم مجتمعا. نعم. الأخت الفاضلة الأخوة الأعزاء، مبارك عليكم افتتاح هذه المدارس وفق هذه الرؤية، مدارس الفرح النموذجية والتي خصصت لأبنائنا وبناتنا من الأيتام، سواء كانوا من ذوي الشهداء أو من الوفيات الطبيعية. طبعا هذه خطوة مهمة، أولا باهتمامنا بالتعليم والتربية، هذا القطاع الذي يمثل واحد من أهم اهتمامات هذه الحكومة. والسبب الثاني أننا نتوجه إلى الفئات الضعيفة التي واجهت وتعرضت لظروف صعبة، وبالتالي هي مسؤولية شرعية وأخلاقية ووطنية أن نهتم بأبنائنا من ذوي الشهداء والمواطنين من الذين العوائل التي تعرضت إلى اليتم. ضمن مشروع المدارس العراقي الصيني والذي حظي بمتابعة دقيقة، ومن المؤمل أن ننهي إكمال كل هذه المدارس إن شاء الله، بالغ عددها 1000 مدرسة وتأثيثها وإدخالها للخدمة. كان التوجه نحو تخصيص 20 إلى 25 مدرسة، أطلقنا عليها مدارس الفرح النموذجية لهذه الفئة الكريمة، حتى نوفر لهم كل أسباب الرعاية. طبعا هذه راح تكون مرحلة أولى، وإحنا نستهدف كل الأيتام في كل محافظات العراق. مثل ما موجود أمامي المدارس هذه تشمل محافظات بغداد ونينوى والنجف الأشرف والديوانية وبابل وكربلاء المقدسة وكركوك وميسان والمثنى وديالة والبصرة،
وسوف تأتي باقي المحافظات تباعا. اليوم باشروا فيها الإدارة وكذلك أبنائنا التلاميذ، وباقي المدارس إجراءات بسيطة وتتم المباشرة. طبعا نشكر رابطة العراقية للمصارف الإسلامية اللي ساهمت بتجهيز الملابس الزي الموحد ووسائل النقل. هذه صورة من صور التكافل الاجتماعي، وهنا أود أن أشير إلى أن مدارس من هذا النوع استهدفت فئة الأيتام كانت موجودة وحاضرة في اهتمامات المؤسسات الدينية والشخصيات الدينية والاجتماعية، وإحنا كحكومة بالتأكيد نشجعها لأنه جزء من التكافل الاجتماعي المطلوب في مجتمعنا المتماسك والذي يشعر الجميع بأجواء الأخوة والتعاون. طبعا الحكومة في موازنة الثلاث سنوات وضعنا موضع التنفيذ منحة التلاميذ التي كانت معطلة، وهي جزء من الإعانات النقدية المشروطة لتحسين خدمات التربية والتعليم والتي نص عليها قانون الحماية الاجتماعية، وضعناها في قانون الموازنة، وأيضا صدر القرار رقم 3 لسنة 2024. فيفترض كل التلاميذ اللي موجودين الآن في هذه المدارس يستلمون الإعانة النقدية، خصوصا اللي مشمولين عوائلهم مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية، أما العوائل اللي أخرى مشمولة بالتقاعد وبحقوق أخرى. فواجب الإدارات أيضا تتأكد من هذه الفقرة المهمة ويكون تواصل بينهم وبين قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة، لأنه كتخصيصات مالية احنا وضعناها، وأكو تنسيق بين الوزارة، وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الأخوات الأخوة، أكيد اليوم الكادر التربوي والتعليمي الواجب الأساسي هو كيف أنه يقدم جهود في مسألة التعليم بكل تفاصيله والتربية، لكن في هذه المدارس بتقديري مهمتكم مهمة مضاعفة. احنا نتحدث عن تلاميذ تعرضوا لظروف قاهرة فيحتاج رعاية واهتمام إضافي، وتوجيهاتنا السابقة وأتمنى تكون حاضرة في هذه المدارس وجود باحث اجتماعي في كل مدرسة، خصوصا هذه المدارس، مدارس الفرح النموذجية. وجود الباحث الاجتماعي في هذه المدرسة مهم جدا، وهو جزء من هيكلية المدارس ونظام التربية والتعليم، لكنه لم يكن معمول به طيلة السنوات الماضية. فالسيد الوزير يصير هذا التوجيه والتأكيد على هذا الأمر، لأنه وجود الباحث احنا مريد العمل أو المتابعة والرعاية تقتصر فقط على أثناء وجودهم في المدرسة، وإنما تمتد إلى العائلة حتى نعوضهم ما فقدوه بسبب هذه الظروف، الاستشهاد، ظروف الوفيات الأخرى، وننهض بهذه العائلة حتى تتمكن من الاندماج بالمجتمع ويكونوا عناصر فاعلين في مجتمعهم إن شاء الله. هذه مسؤوليتنا، مسؤولية الدولة، مسؤولية الحكومة وبالتأكيد وزارة التربية. طبعا أيضا هناك تنسيق مع منظمات اليونيسيف، ونأمل أنه يستمر هذا التنسيق، خصوصا أنه لديهم برامج للدعم النفسي للطلبة ومن خلال التنسيق مع الكادر التدريسي. البرنامج التغذية المدرسية أيضا هذا يجب أن يكون حاضر في هذه المدارس، هو اليوم معمول به في أغلب هذا أيضا جانب مهم، حالهم حال أقرانهم المدارس الأخرى. أكرر شكر الجزيل لكل الجهود التي بذلت، وأوصيكم أخواتي أخوتي بأبنائنا، خصوصا أبنائنا الأيتام في هذه المدارس، حتى ننجح التجربة إن شاء الله ونعممها على كل المحافظات. شكرا جزيلا لكم.
وبارك الله في كل الجهود. شكرا.